أهلا بكم. قال القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أنه على الرغم من مرور أكثر من 7 شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية التي قاطعها الشعب العراقي بنسبة تتجاوز 85%، لقناعته الراسخة بعدم جدوى هذه الانتخابات عدا استمرار تسليط المجموعات الطارئة على العراق والتي اختارتها قوى الاحتلالين الأمريكي والإيراني، وتمرير هذه الانتخابات الفاشلة محليا ودوليا وإقليميا، إلا أنه حتى الآن لم يختر رئيس للبلاد أو يكلف رئيس للحكومة، ما يدل على فضيحة أحزاب السلطة وعجزها الواضح عن إنهاء ما بات يعرف بالانسداد السياسي ومعالجة مشاكل العملية السياسية. كما تطرق القسم السياسي في تقريره الدوري الخامس عن الحالة السياسية في العراق إلى إحاطة ممثلة الأمم المتحدة في العراق أمام مجلس الأمن الدولي جينيب لاسخارت، وإقرارها بأن الصراعات السياسية ما زالت هي أبرز مشاكل العراق، وأن سيادة البلاد ما زالت تتعرض لانتهاكات مستمرة من قبل دول الجوار، وأن الجوانب السلبية من الحياة السياسية تعيد نفسها في حلقة مستمرة ومفرغة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية. كما عرج التقرير السياسي على قضية العثور على المقابر الجماعية التي انحسرت عنها مياه نهر ديالى وغيرها من الأنهر الفرعية في شرق بغداد بفعل التصفيات الجسدية للميليشيات الطائفية في محافظتي بغداد وديالى. وأشار التقرير كذلك إلى عمليات إحراق وهدم المساجد التابعة للمرجع الصخري الصرخي ومشكلة الجفاف والعواصف الترابية شبه اليومية وجريمة قتل الرعاة في محافظة نينوى. التقرير الدور الخامس القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين عن الحالة السياسية في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: على ما يدل بقاء العراق بدون رئيس ورئيس حكومة رغم مرور نحو 7 شهور على إجراء الانتخابات التي قاطعها معظم الشعب العراقي؟ ولماذا فشلت أحزاب السلطة مرة أخرى في حل مشاكل العملية السياسية المزمنة وإنهاء ما بات يسمى بالانسداد السياسي؟ وهل بات إجراء الانتخابات في العراق هو فقط لإدامة تسلط القوى الحاكمة التي اختارها الاحتلالان الأمريكي والإيراني؟ ولماذا اعتبرت تصريحات جينيب لاسخارت في مجلس الأمن الدولي اعترافا كاملا وواضحا بفشل العملية السياسية رغم محاولات بث الروح فيها؟ ولماذا تلوذ قوى السلطة بالصمت حيال المقابر الجماعية الجديدة التي اكتشفت في نهر ديالى وغيرها من الأنهر في شرق بغداد؟ ضيف الطاولة مثنى حارث الضاري جاسم الشمري. أكثر من 7 أشهر على انتهاء الانتخابات في العراق والحالة السياسية تدور على نفسها بلا رئيس للجمهورية أو رئيس للحكومة، الأمر الذي يكشف عن ترهل المسار السياسي وشيخوخة الفكر الحزبي الذي صار يضيق حتى على استيعاب شركاء الفساد. القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق تحدث في التقرير الدوري السياسي عن هذه القضية مؤكدا أن الأحزاب أثبتت عدم قدرتها على حل مشاكل العملية السياسية وعجزها عن إنهاء ما يسمونه الانسداد السياسي، وهم ينقسمون بين طرفين تتخندق في كل واحد منهما مجموعة أحزاب بينما تعطل الحياة اليومية للعراقيين. وأوضح التقرير أن طرفي الصراع في الانتخابات الأخيرة يستخدمان القضاء الذي يمارس مهام تمرير الصفقات السياسية وحماية الفساد والفاسدين والتلاعب بالدستور والقوانين بحسب أهواء السياسيين، إلى أن تطورت إلى صنوف من الحرب الإعلامية والسياسية المطعمة بالتهديد بالسلاح والتصفيات الجسدية وعمليات شراء الذمم بالأموال، بينما الشعب العراقي لا يستطيع تأمين لقمة عيشه. كما أكد التقرير أن الواقع السياسي أصبح معروفا لدى العراقيين الذين عبروا عن سخطهم على العملية السياسية وقاطعوا الانتخابات بنسبة تجاوزت 85%، وهي نسبة كبيرة جدا تشير إلى أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة بعدم جدوى الانتخابات. تقرير القسم السياسي بالهيئة تطرق كذلك إلى عمليات التعتيم والتكتم على المقابر الجماعية المكتشفة في العراق والدور الأممي السلبي في تجاهل التحقيق في هذه المقابر وعدم ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء الدولي.
ومن خلال عمليات الإحراق والتدمير التي طالت مساجد المرجع الصرخي، أكد تقرير القسم السياسي بالهيئة أن هذه الأفعال تكشف حقيقة الإرهاب الفكري الذي تمارسه الأحزاب ضد من يخالفها حتى ولو كان بقضية علمية بحتة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في التقرير الدوري الخامس للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية في العراق. ضيفاء الطاولة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، نحن بانتظار أن يلتحق بنا. هنا معنا في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. اهلا وسهلا بالدكتور جاسم، وننتظر الدكتور مثنى لينضم الينا فنرحب به. اهلا وسهلا. اهلا بك دكتور. يتحدث التقرير السياسي، التقرير الدوري الخامس للقسم السياسي في الهيئه، عن دلائل سياسيه لبقاء العراق بدون حكومه، حسم رئيس الجمهوريه، الانتخابات اجريت، مضى على اعلان نتائج اكثر من 7 شهور، الانسداد السياسي بين ميليشيات العمليه السياسيه ما زال قائما على الرغم من وجود دستور وبرلمان وتجربه في الحكم تقترب من 20 عام. اي دلائل سياسيه لهذا الاستعصاء السياسي ولبقاء البلد بدون حكومه؟ نعم، شكرا لكم، تحيه لك و اهلا لمتابعيكم وللأخ الدكتور مثنى حارث الضاري. أعتقد أنه حينما نقرأ الحالة العراقية نتفهم جيدا أن هنالك خللا واضحا منذ بداية هذه القضية، وأقصد هنا منذ يعني 20 عاما حينما بدأ الاحتلال الأمريكي، وفي مثل هذه الأيام ربما استقرت بين هلالين الأوضاع للاحتلال. تعلم أنه الاحتلال حينها سمي يعني عملية حرب الخليج الثالثة، وسمي أيضا بحرب العراق، وسمي أيضا بحرب احتلال العراق، وسمي أيضا حرب تحرير العراق وحرب حرية العراق. ربما الثلاث تسميات الأولى يمكن قبول بها، أما قضية تحرير العراق وحرب حرية العراق يمكن الوقوف عندها، وهذا سيقودنا إلى الجواب عن سؤالك. أعتقد القضية قضية التحرير يفترض أن تكون من محتل، بينما الحالة العراقية على خلاف ذلك تماما، جاءت قوات أجنبية واحتلت العراق، فكيف تسمى القضية قضية حرية العراق أو يعني تحرير العراق؟ هذا يعني قضية يفترض أن نقف عندها. هذا الخلل في أس العملية السياسية قاد إلى هذا الذي نحن فيه اليوم. حينما تتعاون قوة مع قوة خارجية وهي الولايات المتحدة وغالبية دول أوروبا من أجل احتلال العراق، هذا منظور غير وطني. حينما نجد المعارضة في دول العالم ربما هم يختلفون بينهم كأحزاب، أنا من الحزب الديمقراطي وفلان من الحزب الكذا وفلان من الحزب الإسلامي وفلان من الحزب العلماني، يختلفون على كيفية قيادة الدولة، لكنهم لا يختلفون على الثوابت. لا يمكن أن يختلف يعني إنسان وطني شريف طبعاً نقي على قضية احتلال البلد، هذه قضية لا يمكن الاختلاف عليها والقفز عليها. هنالك ثوابت، كما لدى الإنسان ثوابت أخلاقية يفترض تكون في السياسة وفي الأحزاب وفي العمل السياسي ثوابت. نحن منذ ما قبل 2003 تم القفز على هذه الثوابت، وتم الاستعانة بالغرباء، أقصد قوات الاحتلال لاحتلال العراق، وتسمية هذا الأمر حرية العراق أو تحرير العراق، ثم أرادوا في مرحلة ما جعل هذا اليوم يوم الاحتلال. طيب، هو يوم أشكرك دكتور على هذا الإيجاز التاريخي. هذا الذي العراق فيه من حالة الانهيار، من حالة الانحطاط العام، حالة الانسداد الموجودة حاليا، هذا الفشل المتراكم فقط بسبب لحظة التأسيس، مشكلة لا. التأسيس فقط. لو تركتني في دقيقة لأجبتك. اي تفضل دقيقتين. نعم. هذا الأمر هو الذي قاد بموجب أننا صرنا أمام قوة امتلكت المال، امتلكت السلاح، امتلكت الدعم الدولي، امتلكت الاعتراف الدولي بضغط
أمريكي والاعتراف الإقليمي. اليوم غالبية دول العالم إن لم نقل جميعها تعترف بالحكومة القائمة في العراق وتدعمها. نعم، وهذا الأمر بغض النظر عن موقفنا من هذه العملية السياسية. أنا أتحدث هنا عن حالة قائمة اليوم في العراق. وعلى الرغم من ذلك، على الرغم من الثروات الهائلة، على الرغم من القدرات المالية، القدرات العسكرية، القدرات الدبلوماسية الخارجية الدائمة، مع الأسف لم يتمكن هؤلاء على الرغم من هذا السؤال الكبير دكتور الوقت الكافي. نعم، الوقت الكافي للنجاح. ألا كل هذه المعطيات، كل هذه العوامل الإيجابية في دعم هذا النظام الموجود حدثت حضرتك عنه، دعم بالكامل، مؤازرة، تغطية، إزالة عقبات، ألا يفترض هذه عوامل مساعدة للنجاح بدل التقهقر ومراكمة الفشل؟ بالضبط، هذا الذي يجعلنا نقف عند حقيقة كبرى. كيف يكون هؤلاء ضمن أحزاب؟ الحزب، ميدان أي حزب هو السلطة. يعني أي إنسان يمكن، أي إنسان له القدرة على كتابة يمكن أن ينظر لحزب، لمشروع حزب، لكن هذا المشروع أو هذا الكيان ستثبت التجربة قدرته على النجاح أم الفشل. وبالتالي عندما يكون في السلطة، نعم حينما جيء بهم بغالبيتهم، لا أقول جميعهم، تعلم أنه بعضهم بقوا في العراق و صار لهم دور معين، وأنا أتكلم لكن عن الكل في إطار مشروع الاحتلال، عملية هذا سياسية. أمر آخر. أنا أتكلم عن عبارة جيء بهم. وبالتالي حينما نتحدث عن هذه الإمكانيات التي أتيحت لهم، وعلى الرغم من ذلك لم ينجحوا في أن يؤسسوا لبناء دولة ديمقراطية كما يقول الدستور العراقي الذي كتبوه هم بأنفسهم، يقولون العراق دولة فيدرالية، نظام الحكم فيها فيدرالي اتحادي ديمقراطي. أين هذا النظام الذي تحدثوا عنه؟ حتى الدستور الذي كتبوه والذي عليه مؤاخذات كبيرة هم لم يطبقوا حتى 10% من هذا الدستور. على سبيل المثال، حينما نتحدث عن قضية عدم اعتقال مواطن عراقي، لا يمكن بموجب القانون الموجود حاليا أن يبقى المعتقل أكثر من 24 ساعة في الاعتقال، ولا يمكن ولا يقبل بالقانون الذي وقعوا عليه أن يعتقل بدون مذكرة اعتقال، وغيرها من الحقوق التي لو تحدثنا عنها لوقف الإنسان مذهولا. هل هذه الحقوق موجودة في نصوص قوانين عراقية بعد عام 2003؟ من ضمنها الرعاية الطبية للمعتقل، للإنسان المعتقل، الرعاية الصحية لذوي الأمراض المزمنة، أيضا توفير مكان لائق للاعتقال، توفير الوقت الكافي لزيارة ذويهم، ويعني حصولهم على محامين إن لم يتمكنوا من أن يكون لهم محامي. كل هذه الأمور موجودة في القانون لكنهم لم يطبقوا هذا الأمر. إذن نحن أمام ضرب لما أرادوا هم أو ادعوا هم أنه جاءوا من أجل تطبيقه. إذن القضية هنالك انقلاب على الذات، انقلاب على ما قالوه من مبادئ وقيم ووعود ووعود، وبالتالي هذا الذي نعاني منه في الحال العراقي القائم اليوم. دكتور مثنى الضاري التحق بنا، موجود؟ نرحب بضيفنا من عمان دكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئه علماء المسلمين في العراق. دكتور اهلا وسهلا بك. حياكم الله. اهلا اخ ماجد، مرحبا بكم. دكتور، كنت قد سالت ضيفنا هنا في الاستوديو عن دلائل سياسيه لبقاء العراق بدون حكومه، وهذا طبعا جاء في بدايه التقرير السياسي، التقرير الدوري الخامس اللي اصدر القسم السياسي في الهيئه، 7 شهور بلا حكومه ولا مؤشرات لحسم هذا الامر، بدون حسم رئيس الجمهورية، الصراع محتدم وعلى الحقيقة في أوجه. مع العلم هناك دستور، مرجعية، هناك عملية سياسية، هناك تجربة في الحكم عمرها 20 عاما. لماذا هذا الفشل أمام، ربما يفترض أنه هذه تفاصيل بديهيات، مسلمات أصبحت بعد هذه التجربة 2 عقدين من الزمن؟ أي إمارات، أي دلائل لهذا الأمر، هذا الفراغ بين قوسين السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لك أخ ماجد وللأخ الدكتور جاسم الشمري وسهلا لجميع مشاهدي قناة الرافدين.
الدلائل هذا كثيرة، لعله هذه يعني المرة ليست الأولى التي تتأخر فيها مخرجات العملية السياسية، من اختيار رئيس مجلس نواب أو تشكيل حكومة أو اختيار رئيس جمهورية أو اختيار أعضاء للحكومة. اعتدنا في العراق على هذه التأخيرات، ويبدو أنهم هذه المرة يحاولون ضرب رقم قياسي جديد حتى يتفوقوا على مدة الشهور التسعة التي جرت في مرحلة من مراحل العملية السياسية، ويبدو أنهم سينجحون هذه المرة، يعني يفشلون لكنه نجاح من جانب آخر في أنه لن ينتهوا من هذا الأمر فيما أتوقع إلى نهاية هذه السنة، لن تكون هناك قائمة لحكومة ما في بغداد. القصة تعتمد على أن هذه القوى السياسية تبحث كما نعلم تماما عن مصالح خاصة، وهناك صراعات سياسية ينبغي حسمها بين هذه الأطراف بطريقة أو أخرى من خلال الاستقواء بقوى خارجية وقوى إقليمية في الغالب مع قوى دولية معروفة. والوقت بالنسبة لهم ليس مهما، المهم بالنسبة لهم هو الوصول للنتائج المرضية لهم في صراعهم هذا التنافسي على سدة، سواء كان الرئاسة أو رئاسة وزراء الحكومة أو المناصب الوزارية التي اعتادوا على تقاسمها في سياق التوافقات. هذه المرة التوافقات محكومة بمتغيرات جديدة على الساحة، وهذه المتغيرات فرضت بعض المحددات في طريقة تقاسم السلطة. هناك إعادة صياغة للمشهد من جديد، وإعادة صياغة المشهد كما تحدثنا عنه في التقرير الدوري للقسم السياسي، هناك محاولة لتكرار سيناريو عام 2010 من خلال الالتفاف على ما توافقوا عليه هم، على ما تواضعوا عليه هم، على ما اتفقوا عليه هم من قواعد العملية أو اللعبة حقيقة السياسية. هناك محاولة لتفريغ مفهوم الكتلة الأكبر من مفهومه، ومحاولة سحب ما يستطيع الطرف الآخر وهو الإطار التنسيقي أو ما يسمى بقول الإطار التنسيقي، شخصيات ونواب وما إلى ذلك، من جبهة أو من جهة أو من جانب التيار ومن معه، لخلخلة هذا الأصل في عمليتهم السياسية ومحاولة خلط الأوراق. إذا الدلالات كثيرة جدا، لكن الدلالة الأبرز في كل ما تقدم وفي كل ما يجري هو الفشل المتواصل للعملية السياسية. فهذا الفشل مبني على فشل سابق في موضوع الانتخابات والمقاطعة الشعبية الكبيرة، ومن ثم عدم قدرة الأطراف السياسية على فرض قرارها حتى الفائز. وهذا ما قلناه منذ بداية الاحتلال، أن هذه العملية السياسية لا تعتمد أي أسس فيما يسمونه الديمقراطية أو فيما يسمونه الأغلبية والأقلية أو الحاكم والمعارض وهذه وما إلى نقطة ذلك. دكتور، هذه نقطة الحقيقة تتعلق بالسؤال التالي. تحدث التقرير عن عملية أنه مشهد سيتكرر، مشهد 2010 قائمة فازت، سحب من تحت البساط، تم الالتفاف عليها. ما الفرق بين المشهد الحالي ومشهد 2010؟ أم أن القضية متطابقة تماما؟ الفرق في هذه المرة أن مشهد 2010 كانت هناك يعني سلطة غالبة. نعم هناك تخادم أمريكي إيراني في احتلال العراق، لكن كانت الإرادة الأمريكية، السلطة الأمريكية، القوة الأمريكية هي الغالبة، هي التي فرضت المالكي في ذلك الوقت، ليست إيران. إيران طبعا تدعم المالكي وترغب في المالكي وتريد المالكي، لكن الورقة الأساسية التي فرضت المالكي رغما عن مخرجات العملية السياسية وضربت بعرض الحائط بنتائج الانتخابات وضربت بالديمقراطية التي جاءت من أجلها أمريكا كما تقول للعراق، بل واستهانت حتى برأي دول المنطقة والإقليم في إطار ما يسمى اللجنة السداسية العربية، واختارت المالكي ودعمت المالكي اللي استمر على مدى سنوات بعد ذلك وفعل ما فعل كما تعرفون. المرحلة الآن هي أن هذه الأحزاب بدأت تفقد ساحتها الأساسية التي كانت تستغلها من أجل ترويج أكاذيب كثيرة، أكاذيب المظلومية، أكاذيب الأكثرية، أكاذيب النضال ضد النظام الدكتاتوري وما إلى ذلك. كل هذه انكشفت وانفضحت، وحاولت تغطية تعامله مع الاحتلال وتعاونه مع الاحتلال لترسيخ حالة الاحتلال وترسيخ المشروع السياسي للاحتلال. الانتخابات الأخيرة أفرزت عن متغيرات كبيرة جدا هي والتي قبلها، ولكن الأخيرة كرست النتائج التي كانت قبلها، ولا سيما بعد ثورة ويبدو دكتور هذه نقاط إيجابية ومحطات إيجابية في المشهد الحالي لصالح القضية العراقية وطنيا وشعبيا. بالضبط
بالضبط، لصالح الشعب العراقي، لصالح وجهة نظر القوى المنائضة للاحتلال، كلها تثبت ما قلناه سابقا واستشرفناه. لكن المشكلة أن العملية السياسية في العراق كما هي في لبنان، كما هي في اليمن، كما هي في بعض الدول العربية الأخرى، ليست مبنية على أساس ما يشاع من مفاهيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية الناخب وما إلى ذلك، وإنما هي محكومة بتوافقات سياسية دولية تتقدمها الولايات هذا المتحدة كلامك دكتور الأمريكية. محبط للذين كانوا يدعون للاشتراك بالعملية بالانتخابات والتدفق على صناديق الاقتراع لتغيير المشهد لإزاحة القوى هذه التقليدية. تأتيك، الآن يعني فقط أكمل هذه تفضل يعني القراءة والرؤية. تفضل. فإذا هذا التداخل وهذا التعاون، إذا جاءت النتائج بما يرضي التوافق الأمريكي الإيراني، يسلم به الجميع في المنطقة ويبصمون لأمريكا، سواء كانوا دول عربية أو دول إقليمية. وإن كان الأمر على خلاف ذلك، لا، يعني على المثل العراقي، تريد أرنب خذ أرنب، تريد غزال خذ أرنب. يعني بكل الأحوال ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وبالنتيجة ما تريده أمريكا في هذه المرحلة هو متفق تمام الاتفاق، إلا في خلافات بسيطة جدا مع ما تريده إيران. هم متفقان في كل شيء إلا فيما يتعلق بموضوع السلاح النووي والصواريخ وما ذلك، هذه الاتفاقية التي يعني نسمع بها ويعملون عليها منذ سنوات نعم وتشغل أذهان الناس وغيره. أما بالنسبة للإحباط، وليس إحباطا وإنما حقيقة، لو كان هؤلاء الذين يروجون لهذه المزاعم، مزاعم الديمقراطية والدخول للانتخابات وحث الناس على الدخول، من القدامى الذين تورطوا بالعملية السياسية أو من يجربون حظهم الآن، لا أقول بأنها محبطة، أقول بل هي وصمة في جبينهم، نعم بل هي قاتلة لهم. لما؟ لأنهم كانوا يعولون، أو أقول بعبارة واضحة وصريحة، يتلاعبون بالألفاظ ويضحكون على نعم الناس من أجل تبرير دخول، وإذا بها قواعد العملية السياسية تنهار تماما، ومع ذلك لا يتغير شيء في المشهد. اللاعبون هم نفس اللاعبون، نعم الأحزاب والقوى هم أنفسهم، الميليشيات هي نفسها، الميليشيات المجرمة الإرهابية اللي تتحدث عنها أمريكا، عن الإرهاب، عن حصر السلاح بيد الدولة. وإذا هذه الميليشيات هي المتحكمة في المشهد، نعم وتكاد هي الآن تقطف الثمرة، واضح. لأننا تعودنا، أقولها بصراحة وأختم بها الجواب في هذه النقطة، أنه لا يعول على التيار في هذه القصة. ومن يعتقد من الأطراف العربية السنية والأطراف الكردية بأنه ممكن أن يصلوا إلى نتيجة ما بتحالفهم مع التيار، لن أشكرك. يصلوا، لأن التيار عودنا دائما أنه في اللحظة الأخيرة نعم يغير رأيه لسببين، يعني السبب الأول عدم ثبات رأيه، هذا أمر معروف، نعم والأمر الثاني أنه لن يخرج عن محددات اللعبة الإيرانية، وسيرضى بأي ثمن يعطى له مقابل أن يبقى في الصورة، وهذا سيصب في مصلحة الإطار. شكرا دكتور جاسم. الحقيقة التقرير تعرض إلى قضية، اتهم القضاء بأنه القضاء الحقيقة يستخدم من قبل القوى السياسية في تمرير الصفقات السياسية وحماية الفاسدين والفساد في العراق، ويتلاعب بالدستور والقوانين وفق الأهواء الحزبية والسياسية والعرقية والطائفية. أي مخاطر، أي تداعيات خطيرة من أن يكون القضاء أداة طيعة بيد أحزاب السلطة؟ بس معلوم باختصار دكتور، ولا أن قوة فاصل. تفضل. السلطات في العراق ثلاث: السلطة التنفيذية والتي تمثلها الحكومة، نعم، والسلطة التشريعية والتي يمثلها البرلمان، والسلطة القضائية والمتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا، وهي يفترض بموجب الدستور أن تكون مستقلة ماليا وإداريا. لكن مع الأسف رأينا أن هذه دكتور المحكمة، تتحدث عن التشكيل، اسمح لي، يعني هذا كانوا ثلاث سلطات منفصلة عن بعضها البعض، كأننا في دولة أنا ديمقراطية. أتكلم بموجب الدستور، لا أتكلم بموجب، بس إيه أكمل فكرتي. إيه تفضل. نعم، يعني رأينا أن المحكمة الاتحادية بالذات بعد انتخابات 2010 حينما غيرت يعني مفهوم الكتلة الأكبر، نعم، وقالت أن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل داخل البرلمان، وهي بذلك يعني تخادمت مع رئيس الحكومة نوري المالكي حينها. ثم بعد ذلك رأينا أن المحكمة الاتحادية عادت في عام 2021 لتغيير تفسيرها للكتلة الأكبر، وقالت هي الكتلة التي تتشكل من أكثر من كتلة، وحتى يمكن أن تتجاوز الجلسة الأولى، بينما في المرة الماضية حددتها في الجلسة الأولى. وبالتالي أي التفسيرين هو الصح؟ الأول
إذا كان الأول هو صحيح فهذا يعني أنه ما يجري اليوم هو خطأ، وإن كان الثاني هو الصح هذا يعني أنه ما جرى بموجب التفسير أول خطأ. وعليه بقي مع الأسف القضاء العراقي والذي كان من الأنظمة القانونية المشهود لها بالشرق الأوسط مع الأسف وقع، لا أقول ضحية، لكن هنالك اليوم تخادم من كثير من القضاة، لا أقول جميعهم لأننا نتحدث عن بعض القضاة الذين دفعوا حياتهم ثمنا نعم. لكلمة الحق، وبالتالي هنالك نوع من التخادم ما بين بعض الزعامات القضائية مع الكتل السياسية، وبالتالي هذا ضرب مفهوم الدولة عموما، لأنه حينما تغيب العدالة من أي مجتمع والقضاء يسيس، نعم، إلى أين يذهب المواطن؟ نعم. إلى أين يذهب المظلوم؟ إلى أين يذهب أي إنسان بحاجة إلى العدل؟ هذا الأمر لو كانوا يعرفون أنهم يفترض أن لا يتم الاقتراب من أمرين، الأول هو القضاء والثاني هو التعليم، لكن مع الأسف أشكرك. رأينا أن هذين المضمارين يعني تغلغل في القاع وفي الانحدار، نعم مع الأسف، وهذا ما لا نرجوه لعراق، ونأمل أن نجد حلا لهذه المعضلة في يوم من الأيام. أشكرك أستاذ من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام، لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة، والتي تبحث في التقرير الدوري الخامس الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين ستبث على القمر تركسات 3A وفق التردد 12729 عمودي اعتباراً من الأول من حزيران المقبل. لذا يمكن لمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بث الرافدين على قمر تركسات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في التقرير الدوري الخامس للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية في العراق. ضيفاء الطاولة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. دكتور مثنى، أيضا في التقرير السياسي جاء على تصريحات أو إحاطة بلاسخارت في مجلس الأمن الدولي عن العراق، واعتبر التقرير أنه هذا الكلام، هذا التصريح أو الإحاطة أو جزء منها، اعتراف كامل بفشل العملية السياسية على الرغم من إصرار الممثلة الأممية والأمم المتحدة وجهات إقليمية ودولية، طبعا تحدث عن التقرير أيضا، على دعم هذه العملية السياسية ومحاولة إنعاشها، بث الروح فيها. والعملية السياسية وفق الواقع العراقي ووفق كل التقارير غربية وغيرها أنها تراكم الفشل منذ نحو 20 عاما، لكن هذه العملية ما زالت موضع دلال وتدليل المجتمع الدولي والمطالبة بالصبر عليها، وأن هناك قد يكون أمل بإصلاحها على الرغم من كل ما جرى في العراق. لماذا هذا الدلال الزائد للعملية السياسية؟ الأمر بسهولة، أن هناك مستويان يعني من البحث والنظر في هذا الموضوع. المستوى النظري وما يبحث عادة في مجال العلوم السياسية وما نتحدث عنه الآن، عملية سياسية بتقييم العلوم السياسية فاشلة، تراكم كبير جدا للفشل، عملية هجينة غير مألوفة غير معروفة، لا يتوقع لها النجاح. زد على ذلك أنه من القواعد الأساسية في علم السياسة أنه لا يستطيع الاحتلال أن يبني حكومة وطنية، وإنما دائما الاحتلالات تتبع أسلوب التعامل مع المتعاونين، وهذا مصطلح يعني سياسي معروف جدا ونظر له كثيرون، وأبرز من تحدث عنه بعد احتلال العراق هو نعم شومسكي، قال لن يكتب لهذا الاحتلال للعراق النجاح وسيفشل،
نعم سيجد بعض المتعاونين مع الاحتلال يشكل منهم واجهة ما، ولكنه بالنتيجة لن يشكل حكومة وطنية. لا يمكن القياس على ما جرى مثلا بعد عام 1920 وصناعة حكومة في ذلك الوقت في العراق. الظروف غير الظروف، الأوضاع غير الأوضاع. هنا يعني نتحدث الآن عن عالم جديد من، خلينا نقول، احتلالات غير تقليدية، احتلالات جديدة، احتلالات ما بعد القرن الحادي، في احتلالات القرن الحادي والعشرين تختلف تماما عن احتلالات القرن العشرين. كانت تلك الدول، العراق وغيره في المنطقة، في طور التكوين، سواء جاء احتلال بريطاني أو ما جاء احتلال بريطاني، هي دول قيد التكوين والنشوء. حتى لو ما جاء احتلال بريطاني أو الفرنسي، كان هذه الدول نشأت، سواء كانت تحت ظل الدولة العثمانية أو بعد انقسام الدولة العثمانية وذهابها ومجيء تركيا، يمكن أن تظهر بأسماء أخرى. فإذا هي حالة طبيعية سياسية اجتماعية. أما ما يجري الآن أمر يختلف تماما. الولايات المتحدة الأمريكية احتلت العراق لمصالح خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، ليس من أجل عيون أهل المنطقة أو تخليص أقلية أو أقليات مضطهدة في البلاد، سواء كانت طائفية أو إثنية أو عرقية، من قبل نظام ديكتاتوري، وإنما متطلبات الرد الأمريكي على ما يسمى الحرب الإرهاب بعد حادث 11/9 كانت تقتضي ضرب دولة ضعيفة من الدول المصنفة كأعداء لدى الولايات المتحدة الأمريكية. فاستهدف العراق لضعفه ولعدم وجود من يدافع عنه، بخلاف حالة كوريا الشمالية أولا، لأن هناك من يدافع عنها رغم العداء بينها وبين كوريا الجنوبية، والصين موجودة، الاتحاد السوفيتي يرفضون، بينما في المنطقة العربية والإقليم لم يرفض أحد غزو العراق وضربه، بل ساعدت دول كثيرة بحجة تنحية نظام صدام حسين. الأمر الثاني بأنه هذه الدولة الضعيفة التي تكاد تنهار لن يترتب على انهيارها شيء، كما حصل في قبل ذلك في احتلال أفغانستان. فإذا هي أهداف سياسية خالصة نعم مخلوطة بأهداف عسكرية استراتيجية وأهداف اقتصادية، تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إبقاء هذا النموذج، نموذج التحرير، نموذج الديمقراطية المزيفة في العراق قائما. العدو في العراق أمريكا، فستبقى العملية السياسية قائمة ما دامت واضح. أمريكا داعمة لها. لن نتحدث أو لا يحدثنا أحد عن عوامل سياسية محلية وإقليمية ودولية ومقتضيات وما إلى ذلك. وضع شاذ تريده نعم أمريكا، حتى نختم في أوضاع هذه النقطة شاذة في دكتور. غير مناطق، عفوا نقطة فقط، إيه؟ أوضاع شاذة في غير مناطق لا تريده أمريكا، غيرتها بكل يسر وبكل سهولة. نعم، أيضا في نقطة الإحاطة، الأمم المبعوثة الدولية بلاسخار تحدثت أنه الصراعات السياسية ما زالت أبرز مشاكل العراق، سيارة البلاد بين قوسين ما زالت تنتهك من قبل دول الجوار. ثم ماذا؟ وكأنه لسان حال العراقيين، ثم ماذا؟ هذا التشخيص، هذا التوثيق مستمر منذ 20 عاما. الأمم المتحدة تمارس دور المحلل السياسي، تشخص، تتحدث، تدعو، تطالب. هل هذه مسؤولية ومهمة الأمم المتحدة في وضع كارثي كما هو في العراق؟ لا طبعا ليست مسؤولية الأمم المتحدة. مسؤولية الأمم المتحدة كما ينص ميثاقها على منع حصول هكذا حالة، وهي أن دول تعتدي على دول أخرى. والدليل على ذلك أنه تبريرات غزو العراق الذي لم توافق عليه الأمم المتحدة أصلا. لاحظ، الأمم المتحدة لم تشرع احتلال العراق، كانت رافضة لاحتلال العراق. الولايات المتحدة الأمريكية غزت العراق على خلاف رأي ما يسمى المجتمع الدولي ورأي الأمم المتحدة، ولكن بسبب هيمنتها على القرار ووسائل الضغط المتوفرة لديها، فرضت هذا الأمر على الأمم المتحدة وأضفت الأمم المتحدة عليه الشرعية ومن ثم المشروعية. فالقصة في أنه الأمم المتحدة مسؤولة، ولكن العراق غزي واحتل بسبب أنه يشكل خطر على جيرانه، فضلا عن الخطر الذي يسببه على شعبه نعم كما يقولون. طيب، الآن هناك دول تشكل خطر على هذا العراق، فلنفترض أنها تجربة ديمقراطية وناجحة ومرعية أمريكيا وموافق عليها عربيا وإقليميا. طيب، هناك طرف إقليمي يتجاوز على هذه التجربة ويتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، لما لا تضع له حدا الولايات المتحدة الأمريكية؟ لما لا تضع له حدا الأمم المتحدة؟ قصة واضحة، لا يريد أن يوضع حد. لما؟ لأن أمريكا ما زالت بحاجة ماسة لهذا الطرف المعتدي وهي إيران، نعم بحاجة ماسة لها لتنفيذ كثير من الأمور في المنطقة، ولذلك تمد النفس معها طويلا فيما يتعلق بمباحثات السلاح النووي، والكل يعرف لماذا. أشكرك دكتور جاسم. أيضا في التقرير تحدث
التقرير القسم السياسي أنه هذه الانتخابات الحقيقة هي إجراء شكلي روتيني باهت بلا مضمون، الغاية من إجراءه فقط الاستمرار وإدامة تسلط هذه القوى السياسية والأحزاب والميليشيات على العراق وإمساكها بخناق السلطة. ألا ترى أن هذا الحقيقة يعني ربما فيه إجحاف لتجربة ديمقراطية بين قوسين كما يقول مصمموها؟ هناك تداول سلمي للسلطة، هناك حياة ديمقراطية، هناك حياة حزبية، حقبة الاستيلاء على السلطة بالانقلابات العسكرية قد انتهت، العراق الآن دولة تتداول فيها السلطة عبر صناديق اقتراع، عبر انتخابات. ممكن؟ يعني أنا أعتقد أنه الحكم القائم في العراق هو الذي يفتح الباب على نفسه للانتقاد. نعم. لأنك لو كنت أمام نظام يعني لا أقول متكامل، وإنما لديه بعض درجات النجاح، لا يمكن للقوى المعارضة مهما كانت أن تنتقده بقوة. لكن حينما نكون أمام تجربة سلبية منذ الانتخابات الأولى عام 2005 وحتى اليوم، وبالذات بعد قضية تفجير المرقدين وما تلاها وما رافقها من خلل حكومي في ضبط الأمن، ثم قضية ما يسمى تحرير المدن، وقضية المادة 4 إرهاب، ثم قضية التهجير، ثم قضية الميليشيات التي اعترفت حكومة عادل عبد المهدي وصرفت الملايين من أجل حكومة العبادي اعترفت بوجود أكثر من 100 ميليشيا في بغداد، وصرفت الآلاف من أجل سحب هذا التصريح من جوجل. واليوم لو تذهب إلى جوجل وتحاول أن تجد هذا التصريح تجد أنه هذا التصريح غير موجود، على الرغم من اعتراف رئيس الحكومة، ربما تجده في بعض المقالات لكن في البحث بحث جوجل غير موجود. وبالتالي هم، وأقصد هنا المشاركون في العملية السياسية، يعترفون بالفشل. يعني أحدهم قال والله لو تعرفون ما يدور في أروقة السياسة لما أبقيتم المتواجدين في المنطقة الخضراء لساعات. عليه حينما نتحدث، وكما ذكرت أمس في مقالي الابتزاز السياسي، اليوم أمام قضية ابتزاز سياسي، رئيس وزراء معروف في العراق استمر في الحكم لأكثر من 8 سنوات. نعم. هذا الرئيس لديه خطة أنه يجمع ملفات على كل السياسيين، ثم بعد ذلك يبدأ بمساومتهم عبر هذه الملفات، إما أن تكونوا معي وإما أن أبرز هذه الملفات إلى القضاء. السؤال هنا، هل مهمة رئيس الحكومة أن يجمع الملفات على فلان وفلان؟ نعم. أم مهمته أن يطبق القانون وينفذ القانون ويعمل من أجل يعني ترتيب الحالة العامة في البلد للوطن والمواطن؟ إذن هم يدينون أنفسهم بأنفسهم. لو كان لدينا منظومة قضاء عادلة واضح لتمكن هذا القضاء من ملاحقة هؤلاء من تصريحاتهم الشخصية. وكما تقول القاعدة القانونية الشرعية أنه الاعتراف سيد الأدلة. نعم. هم قالوا نحن فعلنا كذا وكذا، وهذا الفعل الذي قالوه هو يعني يعاقب عليه في القانون. نائب يقول أنا استلمت 5 ملايين دولار رشوة من فلان ولم أنفذ له هذا العمل، ألا يحاكم على هذا الأمر؟ ثم بعد ذلك نجد أن الحالات السلبية للنواب والسياسيين يتم التغافل عنها، وذات الحالات السلبية حينما تقع من مواطن بسيط يحكم عليه بأحكام قاسية وعليه أو تهجم عليه القوات الأمنية. نعم. فتبيد عائلته بالكامل. حينما تكون قضية تطبيق القانون بمزاجية وانتقائية لا يمكن أن نبني دولة. من يريد أن يبني الدولة عليه أن يعمل بمبدأ أنه لا أحد فوق القانون، ومع الأسف اليوم في العراق هنالك الآلاف هم فوق القانون. القانون وهم من أتباع الأحزاب الحاكمة في العراق والميليشيات. أشكرك دكتور مثنى. في قضية المقابر الجماعية التي اكتشفت في الديالة في بغداد بعد انحسار مياه الأنهر عنها، هناك بقايا بشرية موجودة الآن وربما في فلوجة، الحقيقة لوحظ أن هناك صمتا حكوميا
على خلاف العادة لما تكتشف مقابر جماعية يقال أنها لما قبل 2003 أو لما يسمى بالتنظيمات الإرهابية، هناك ضجة كبيرة. هنا السلطة صمتت، هذا الصمت أو السكوت بما يشي فيما يتعلق بهذه القضية؟ هو حقيقة لا يشي، وإنما هو يصرح ويعلن. نعم. ويكشف. نعم. ويفضح، قل ما شئت من هذه المترادفات، لأن هذه المقابر الجماعية هي نتاج الحكومة، قامت بأدوات من هذه الحكومة، من أحزاب الحكومة وقواها وميليشياتها وحشدها الذي يتباهون به ويدعون أنه خلص المناطق السنية من داعش وما إلى ذلك، ويمنون به على أبناء هذه المحافظات. الأصل بأن هؤلاء قتلتهم هذه الميليشيات، غيبتهم، سواء كان في الفلوجة، في الصقلاوية، في صلاح الدين، في الموصل، في ديالة، في أطراف بغداد، كل هذه المناطق قامت بها هذه الجرائم الميليشيات والحشود. فعندما تكتشف هذه ستفضح هذا الفعل. نعم. لذلك تراهم يصمتون تماما، ولا يصمتون فقط، وإنما يحاولون بكل ما استطاعوا من قوة طمس الحقائق. لذلك المقابر التي اكتشفت قبل سنتين في الفلوجة والصقلاوية وغيره، من طمسها؟ تقريرنا، تقرير القسم السياسي، تحدث عن هذا الموضوع، بل نحن في أحد تقاريرنا المتقدمة تناولنا هذا الموضوع بالتفصيل، وفي ندوة متخصصة قبل سنتين تحدثنا عن هذا الموضوع. من يملك زمام الأمر كان في محافظة الأنبار، هو الذي طمس الأدلة، هو الذي أمر السلطات المحلية بعدم فتح هذه المقابر وعدم التعامل معها، بل بدأ يتعقب بعض الناشطين يتحدثون عنه في وسائل التواصل الاجتماعي. فلأن الضحية، لأن المجني عليه من أبناء هذه المحافظات لا تريد، ولكن تراهم مباشرة يذهبون بكل وسائل إعلامهم الممكنة، عراقية وإقليمية ودولية، في مقبرة مكتشفة في مكان ما، لأن المتهم بها طرف آخر غير الطرف الحكومي القائم في العراق. وما جرى في ديالة واكتشاف هذه الجثث والبقايا الآدمية في نهر ديالة ونهر الأخرى الفرعية في محافظة ديالة دليل على هذه الجرائم. ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيئا. وأنا قلت في إعلان التقرير الدوري، وأقول الآن بكل وضوح وبكل صراحة، الأمين العام للأمم المتحدة تواصلنا معه منذ سنتين بشأن هذا الموضوع، وكان لديه اهتمام خاص بما يتعلق بالمقابر الجماعية، وطلب منا في الهيئة تزويده بهذه بتقارير عنها، ونزوده بين مدة وأخرى بتقارير وتفصيلات عنها. بل سعينا في مرة من المرات لترتيب زيارة فريق أممي لإحدى المقابر المكتشفة في الفلوجة، وكل هذا يتم بطرق مباشرة بدون التواصل من خلال مكتب بعثة الأمم المتحدة في العراق، لأنه غير حيادي وغير متعاون في هذا الموضوع. اليوم اكتشفت مقبرة أو البارحة في منطقة حصي الفلوجة، هذه تحتاج إلى تدقيق، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى متابعة، لأن الذين اكتشفوها من أبناء المنطقة وظهر الخبر وظهرت بعض الصور، وستعمل جهات كثيرة على طمطمة الموضوع، إلا إذا اتخذ وسيلة لتصفية الحسابات أو للصراع السياسي. نعم. بين الأطراف المتنافسة في محافظة الأنبار، يفضح بعضهم بعضا. دكتور. نعم. جاسم، الحقيقة أيضا تطرق التقرير الدور الخامس عن ما جرى من مهاجمة الميليشيات وفرق الموت لمساجد الصرخي في العراق، وأكد التقرير أن هذا الهجوم، هذا الإحراق، هذا الهدم لمساجد الصرخي الحقيقة أضاف ربما إضاءة، سلط ضوءا على الجهات التي قامت بإحراق وهدم وسحل هدم المساجد وسحل خطبائها وعلمائها في عام 2005 و2006، مساجد السنة في بغداد وغيرها. هل الآن أصبحت الجهات التي قامت سابقا بالحرق وقامت حاليا بالحرق وهدم مساجد الصرخي يفترض أنها جهات حددت هويتها وأصبحت واضحة ومجمع عليها؟ لا يمكن أيضا نسبة هذه الأعمال إلى جهات إسرائيلية، إلى جهات خارجية، الآن أصبح الأمر أكثر وضوحا؟ أولا، أين كانت الحكومة حينما يسوى جامع كامل في بالأرض؟ نعم. وهي سلطة مسؤولة عن تنفيذ القانون، هذا. نعم. أولا. ثانيا، حينما يعني يكون هنالك خطيب ما بمنطقة ما يدعو إلى هدم القبور والمراقد، هذا يعني أننا أمام جريمة شخصية بين هلالين من شخص واحد. كيف يمكن أن يعني يسمح بموجب يعني جرم واحد أو خطأ واحد أن تكون هذه الحملة على
المساجد والجوامع التابعة للمرجع الصركي، وبالتالي نحن أمام قضية مبيتة. يعني هم ربما كانوا ينتظرون أي فرصة من هذا النوع من أجل مهاجمة الكرخي الصرخي الذي هو أصلا كما تعلم غيب من الساحة بسبب الملاحقات وبسبب المطاردات وربما حتى محاولات الاغتيال. إذن لا يوجد مبرر شرعي ولا قانوني ولا أخلاقي يدعو إلى حرق بيوت الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد هكذا مبرر أخلاقي يعني بأن تسوى المساجد في بالأرض. حينما تكون الدولة على حق بين هلالين وتكون يعني يكون القانون يجرم مثل هؤلاء، لماذا لم يجرم القانون الذين حرقوا المساجد في عام 2006 وغالبيتهم يعني معلومون للدولة؟ لماذا لم يجرم القانون الذين قتلوا وحتى الذين احرقوا مساجد الصرخي واضحون يتباهون على الاقل كان الوضع ضبابي؟ الى القضية التي تحدثنا عنها قبل قليل وهي المزاجية في تطبيق القانون. نعم. الدولة التي لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو المذهب هي الدولة الناجحة، والدولة الفاشلة هي التي تميز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو العرق. وبالتالي دعوات الإطار التنسيقي الأخيرة هي دعوات مذهبية طائفية مكوناتية، لا يمكن معها أن يكون هؤلاء مثل هؤلاء أن يبنوا دولة. من يريد أن يبني دولة عليه أن يكون لكل عراقيين لا أن يكون لطائفة منهم. ثم قل لي ما الذي قدمه هؤلاء لشيعة العراق؟ إن كنا يعني نظن أو نعتقد أو نجزم أنهم يمثلون شيعة العراق، تعلم جنابك أنه اليوم العراق ذكر اليوم أنه في العراق 11 مليون مواطن عراقي هم تحت خط الفقر؟ نعم. أين ذهبت أموال العراق ونحن نتحدث عن أحزاب غالبيتها إسلامية أو مرجعيتها إسلامية؟ من الذي سرق أموال العراق الهائل؟ أشكرك. واضح دكتور مثنى. أيضا التقرير السياسي ختم وأشار إلى ما جرى من قتل لرعاة الإبل في منطقة الحظر في نينوى، قصف هؤلاء الرعاة، قيل أنهم إرهابيون، تبين لاحقا أنهم رعاة لا علاقة لهم بأي قوى إرهابية. هذه الحوادث الحقيقة تتكرر يعني باستمرار، قتل عائلة في محافظة بابل 21 فرد أطفال قيل أنهم إرهابيون، تبين أنه ليسوا إرهابيين، ومثلها ومثلها. هذه الحوادث، هذه الجرائم ستبقى هكذا؟ ستستمر؟ سنشهد حوادث مماثلة في المستقبل؟ نعم. قبل أن أجيب عن هذا السؤال فقط يعني أنا أؤيد أو أعقب على ما ذكره الدكتور جاسم، وأقول بأن هذه الأحزاب والمكونات التي تدعي تمثيل شيعة العراق لا تمثل شيعة العراق، قلناها منذ بداية الاحتلال على لسان أمين عام الهيئة الراحل الشيخ خالد الضائي رحمه الله، وقالتها الهيئة في أدبياتها، والآن نجزم بل لعل العراقيين جميعا وصلوا إلى هذه النتيجة بعد ثورة تشرين، هؤلاء وإن ادعوا لا يمثلون شيعة العراق. أقول بكل وضوح وبكل صراحة حتى تستبين الطريق، لأنهم يدعون ذلك ولكنهم لم يقدموا شيئا للعراقيين عموما ولا من يدعون تمثيلهم، وتبين أنها أحزاب طارئة حتى وإن كان لبعضها إرث تاريخي، ولكن من جاء الآن هم طارئون على الوطن، قاتلوا مع أعداء الوطن ضد هذا الوطن وفي كل القواعد الشرعية الوطنية الثقافية الأخلاقية الإنسانية. أنا في الختام دكتور مثنى. نعم. لا يمثلون هذا البلد. أما بالنسبة لموضوع جريمة الحظر وقتل الرعاة من قبيلة شمر، فهذه ليست الجريمة الأولى. نعم. وكذلك ما حصل في جبلة قبل مدة، هذه الجرائم التي وجدت حظها في الظهور إعلاميا وهي غير مقصودة في البداية، ولكن أثناء خاصة مع الجبلة لا مقصودة، لأنهم يعرفون الجهة المستهدفة وما إلى ذلك، وأفرطوا في استخدام القوة لأسباب معروفة ومعلومة، فهذا ستستمر للأسف، ولن تجد حدا لها ولن تجد رادعا لها لأنها في بنية هذا النظام السياسي. واضح. دكتور جاسم يريد دقيقة، راح نعطيه نصف دقيقة، يريد عندك سالفة، تفضل دكتور. والله نختم بثمرة الديمقراطية في العراق. إيه؟ بعد عام 2003 أكثر من مليون شهيد. نعم. أكثر من 5 مليون عراقي هجروا من العراق، أكثر من 3 ملايين عراقي كانوا في الداخل، وربما الآن هم قرابة مليون مهجر في الداخل.
أكثر من 6108 حالة انتحار، و 50% من شباب العراق يتعاطون المخدرات، ولا أدري إلى أين ستقودنا هذه الديمقراطية. يعني أنتم تريدون ديمقراطية أمريكية مسلفنة بلاش؟ ماكو بلاش. أشكرك دكتور. دور الشعب العراقي هو الحكم في القضية العراقية. شكرا شكرا. في ختام هذه الحلقة لضيفينا الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب. أشكر أيضا ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور جاسم الشملي، الكاتب والباحث السياسي. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.